نروح مع حضراتكم على مقر جريدة البوابة نيوز وزميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في كل الصحف والمواقع. هنا صباح الفل عليك، اتفضلي، احنا سامعينك. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، ومن داخل مقر البوابة نيوز هاخدكم في جولة لأبرز وأهم الصحف الرياضية الصادرة اليوم. البداية من جريدة المساء، 11 ذهبية وثلاث فضيات وبرونزيتين لمصر في البطولة العربية لدرجات المضمار. يعني طبعا حصل منتخب مصر على 11 ميدالية ذهبية وثلاث ميداليات فضية وبرونزيتين في اليوم الثاني لمنافسة البطولة العربية لدرجات المضمار. البطولة طبعا بتقام هنا في مصر بمضمار الدرجات الدولي باستاد القاهرة، وهتستمر فعالياته حتى يوم 23 نوفمبر الجاري. يعني طبعا البطولة بتشهد مشاركة 17 دولة تحت رعاية دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأيضا تحت إشراف الاتحاد العربي للدرجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي. يعني الحقيقة مصر أصبحت بارعة في تنظيم البطولات، والحقيقة طبعا دي حاجة مشرفة جدا. ومن جريدة الشرق الأوسط، 10 منتخبات مرشحة للفوز بالكاس الذهبي قبل عام من انطلاق مونديال 2022. يعني قبل انطلاق كأس العالم 2022 بعام كامل حسم 12 منتخب تأهلهم بجانب الدولة المضيفة طبعا قطر، وحافظ جميع المتأهلين لدور نصف النهائي لكأس العالم النسخة الماضية 2018 على مقاعدهم، وانضم ليهم طبعا أبطال العالم السابقون الأرجنتين، البرازيل وألمانيا. من جانب آخر، فشل البطل النسختين السابقين لكأس الأمم الأوروبية البرتغال وإيطاليا في الوصول المباشر، وبكده هيضطروا ينتظر طبعا مباريات الملحق. يعني وفقا لجريدة The Guardian، في 10 منتخبات مرشحة بقوة للفوز بكأس العالم 2022، وهم البرازيل، فرنسا، ألمانيا، إنجلترا، إسبانيا، الأرجنتين، بلجيكا، إيطاليا، الدنمارك وهولندا. وطبعا بنتمنى لمنتخبنا الوطني أيضا التأهل لكأس العالم، وإن شاء الله يعملوا أداء مشرف. ومن اليوم السابع، 4 أندية بتحجز مقاعدها في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة. يعني نجحت بالفعل 4 أندية في حجز مقاعدها مبكرا بدور 16 للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2021-2022، وده قبل انطلاق منافسات الجولة الخامسة اللي هتقام مبارياتها يوم الثلاث والأربع 23 و24 نوفمبر الجاري. وطبعا على رأس هذه الأندية ليفربول، اللي طبعا نجمنا محمد صلاح محترف في صفوفه، والفريق طبعا قدر يفوز في أول 4 مباريات. كمان بجانب ليفربول قدر يحسم تأهله أياكس أمستردام، بايرن ميونخ ويوفنتوس الإيطالي، لكن طبعا كلنا بندعم فريق ليفربول وبندعم نجمنا محمد صلاح. أخيرا من روسيا اليوم، بعد فوز برشلونة بشق الأنفس على إسبانيول، تشافي يطلب التعاقد مع مهاجم عربي. يعني بيأمل المدرب الجديد لنادي برشلونة تشافي هرنانديز استقطاب مهاجم جديد لصفوف فريق الكتالوني في سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. طبعا ده جاء ذلك بعد مباراة برشلونة الأولى مع المدرب ضد إسبانيول، المباراة كانت يوم السبت الماضي، ظهر فيها ان الفريق بيحتاج لقلب هجوم جديد في ظل غياب طبعا وإصابة لاعبهم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو اللي هتستمر لثلاث أشهر، ويمكن كمان تؤدي لاعتزاله كرة القدم بسبب مشاكل في القلب. يعني كمان كان ذكر ان تشافي وضع أنظاره على المهاجم الجزائري الدولي بغداد بنجاح المحترف طبعا في صفوف نادي السد القطري. ويعني طبعا حاجة جيدة جدا الحقيقة لصورة اللاعبين العرب اللي بقوا محط أنظار لكتير من الأندية العالمية. يعني
يعني دي كانت أبرز الأخبار. خلوني كمان أفكر جميع مشاهدينا بمباريات اليوم في الدوري المصري. يعني نادينا طبعا الأهلي هيواجه فريق غزل المحلة باستاد المحلة في تمام 5:30 مساء، أيضا بيراميدز هيواجه إسترن كومباني باستاد الدفاع الجوي في تمام 3:00 عصرا، سموحة هيواجه طلائع الجيش باستاد الأسكندرية في تمام 3:00 عصرا، الجونة هيواجه المصري باستاد برج العرب الساعة 8:00 مساء، وأخيرا الزمالك هيواجه البنك الأهلي باستاد القاهرة الدولي في تمام 8:00 مساء. يعني طبعا يوم حافل بالمباريات في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري، لكن طبعا بنتمنى لفريقنا النادي الأهلي كل التوفيق في مباراته، والنهاردة إن شاء الله يقدر يفوز على فريق غزل المحلة ويقتنص 3 نقاط جداد ويظل متربع على صدارة جدول الدوري. يعني دي كانت أبرز وأهم الأخبار من الصحف الرياضية. العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا الشكر زميلتنا العزيزة هنا أبو قاسم على هذه التغطية.